مرحبا فيك أخوي هيثم، مشاهدينك الكرام عبر العراقية الرياضية. أجواء استثنائية بلا شك في البصرة، نحن سعيدين أولا بتواجدنا في العراق، بتواجدنا في البصرة، بهذا التجمع الخليجي على مستوى المنتخبات اللي موجود اليوم في البصرة. هناك ترحيب كبير من أهلنا في العراق فينا، وهذا الترحيب يسعدنا ويثلج صدورنا. هل كرم وهل طيب. اليوم منتخبنا جاهز كعادة في بطولات الخليج، نحن دائما نكون على جاهزية كبيرة. يمكن في الفترة الأخيرة قبل كأس العالم وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من التصفيات، خرجنا في مباراة الملحق بالنسبة للتأهل لكأس العالم. المنتخب يمر نوعا ما بمرحلة إحلال وتجديد، مثل منتخبكم اللي يمر بمرحلة إحلال وتجديد، لذلك أحيانا النتائج ما تخدمك لعيبة شباب أحيانا، لكن الخبرة موجودة عندكم. في لاعبين خبره لكن اغلب اللاعبين لاعبين شباب اليوم. بتجد معدل اعمار منخفض بصوره كبيره بالنسبه للاعبين منتخبنا الوطني. هذه السياسه نوعا ما اللي يتبعها اتحاد كره القدم في مرحله تخفيض معدل اعمار اللاعبين في منتخبنا الوطني. لكن الجاهزيه موجوده باذن الله. المباراه ما بتكون سهله، انت تلعب امام المنتخب البحريني، المنتخب البحريني حامل اللقب، احد اقوى المرشحين، فانت اليوم صعب جدا ان تتكهن بنتيجه مباراه فيها منتخب جاهز ومنتخب حامل لقب، لكن ان شاء الله تظهر لنا مباراه بصوره فنيه جيده باذن الله. ما في اصابات؟ فابيو ليما طبعا، فابيو ليما لاعب منتخبنا الوطني ولاعب نادي الوصل، اللاعب اللي يلعب في الجناح اليمين، لاعب مهم، هو اللاعب اللي اصيب في التدريبات، عنده تقريبا شد في العضله الخلفيه، راح يغيب عن مباراة اليوم، لكن بإذن الله يكون جاهز أو نسبة كبيرة من الجاهزية في المباراة الثانية. نحن خفنا أول الإصابة لأن الخلفية عادة العضلة الخلفية تأخذ أسبوعين بالعادة، لكن الحمد لله ما في قطع في شد في العضلة الخلفية، لذلك راح يغيب نوعا ما عن المباراة الأولى، لكن بإذن الله نتمنى أن يعود في المباراة الثانية. علي صالح بيعوضه اليوم في تشكيلة منتخبنا. علي صالح أيضا في الوصل لاعب مميز، لاعب جناح ويقدم أداء جدا طيب في ذلك المركز. البحرين يعني منتخب متطور مثل ما قلنا، وصاحب النسخة الأخيرة بالنسبة لخليج 19. توقعاتك للمباراة؟ منتخب البحريني مش مسألة توقعات، مسألة عمل. اليوم أنت تحكم على عمل الاتحاد البحريني لكرة القدم. عندهم مدرب مستقر من 3 سنوات ونص، وهذا يعطيك مؤشر، يعني اذا ما اردت عنده فريق مستقر بالضبط، اذا ما اردت ان تتحدث عن كره قدم المؤشرات الاوليه هي الاستقرار، اذا ما كان في استقرار ومعدل اعمار صغير تقدر تبني فريق، وهم عندهم مدرب مستقر، عندهم معدل اعمار صغير، عندهم لاعبين حققوا اللقب السابق، كل هذه تعطيك مؤشرات ان المنتخب المرشح الاول اليوم للبطوله هو المنتخب البحريني. هذا تطرد يعني عيون، احنا مثل ما نقول يعني تحب الانظار توجهها على البحرين، ولو هذا الحقيقه لا هذا الواقع. منتخب حامل لقب، مدرب مستقر من 3 سنوات ونص، يعرف اللعيبه، بس فريقكم ايضا مرشح. لا فريقنا فيه 17 لاعب شاب وجديد، تتحدث عن 17 لاعب شاب وجديد، حارب الجناح اليمين اول مره يشارك في كاس الخليج، الجناح اليسار علي صالح اول مره يشارك في كاس الخليج، كايو اللي يلعب في الامام اول مره يشارك في كاس الخليج، عبد الله رمضان اتصور اذا انا غلطان ثاني مشاركه في كاس الخليج، كلهم لاعبين صغار، يعني لاعبين ماجد راشد اول مشاركه في كاس الخليج، احمد جميل على الجهه اليمنى اول مشاركه في كاس الخليج، يعني اليوم انا ذكرت لك يمكن هذا يعطيهم شيء ايجابي انه يقدمون كل شيء حتى يثبتون في التشكيله. نحن نتمنى، لاعبيننا في جاهزيه كبيره، الدوري عندنا الحمد لله شغال بانتظام، اللاعبين يلعبون اساسيين في انديتهم، يقدمون اداء طيب، لذلك كل المؤشرات تعطينا ان منتخبنا جاهز لمباراه اليوم، لكن انا اقول لك بطبيعه الحال الافضليه ستكون للمنتخب البحريني بسبب عمل الاستقرار وبسبب انه هو حامل لقب في المسابقه السابقه. الامارات تتفق معي انه الامارات غير محظوظه في كاس الخليج من فتره، يعني تتفق ولا لا؟ الحظ دائما مطلوب. الحظ في الحياة وفي كرة القدم دائما مطلوب، لكن في نهاية المطاف أنت تحتاج
جاهزية فنية أيضا. نحن يغيب عنا في كثير من الأحيان عامل الاستقرار مثلكم، يعني كل سنة نبدل مدرب، ويوم تي في منتخبك تبدل مدرب كل سنة وتبدل أسماء كل سنة، دائما ما ستعاني من مشاكل، خيارات صحيح. فنية كثيرة، مدارس مختلفة، أدوار مختلفة في أرضية الملعب، كل ذلك ما يعطيك استقرار. صحيح. كرة القدم صدقني العامل الأول استقرار. للنجاح فيها هو الاستقرار. فعلا أتمنى نشوف الإمارات والبحرين يقدمون لنا مباراة جميلة. بعيدا عن الأمور الفنية، حدثنا عن الإعلام الإماراتي وكيف ينظر لخليجي 25، وكيف ينظر أيضا للبصرة في احتضان هذه البطولة المهمة. الحمد لله رب العالمين. نحن أنا عاجبني الجو في البصرة بسبب أن في إجماع خليجي دون اتفاق على فكرة، أن الكل يبغي ينجح البطولة، كل المنتخبات الخليجية والوفود الإعلامية. بالعكس نحن نتمنى دائما وجود العراق في الحضن الخليجي، في الحضن العربي، ونتمنى دائما النجاح والتوفيق للعراق. لذلك في اتفاق خليجي واضح على نية الجميع لإنجاح هذه البطولة، هناك إجماع على هذا الشيء، لذلك بطولة ستكون ناجحة بكل المقاييس. نتمنى فنيا تخدمنا، لأن فنيا مو بيدنا، لكن هناك سعادة كبيرة من كل الوفود الخليجية، من الإعلام الإماراتي، وبإذن الله سندعمكم بكل ما نملك لكي تكون سعادتنا ناجحة. سعادتنا كبيرة جدا بوجودكم، بوجود كل الأخوان الأشقاء في دول الخليج. أتمنى لك الموفقية واجبنا. وطيب الإقامة في بلدك الثاني العراق، وإن شاء الله نشوف الأبيض بإذن الإماراتي الله. بأحلى صورة. شكرا جزيلا.